مرحبا بكم مجددا في القناة ديالي، قناة طب البديل والتداوي بالأعشاب الطبية. اليوم إن شاء الله جبت لكم مكون هائل لإزالة حصى الكلي والتفتيت ديالها، أو ما يعرف بالدارجة المغربية بالحجر في الكلاوي. كما كنعرفوا على أن هذا المرض هذا كيتسبب لنا في مجموعة من الاضطرابات، من بينها أولا التقيؤ والعياء، يعني وجود واحد الدم في البول أعزكم الله، كذلك واحد الآلام خطير لا يحتمل أسفل البطن، وكذلك بالغثيان والتقيؤ. لكن عندكم هاد الأعراض هادو فانتوما كتعانيو من الحجر في الكلاوي. هاد الحجر هذا السبب الرئيسي ديالو هو قلة السوائل في الجسم، كذلك شرب بعض المكملات الغذائية وكذلك فيتامين دي بكثرة، وتناول بعض المكملات الغنية بالكالسيوم، كذلك هي سبب رئيسي وخطير للحجر في الكلاوي. فاليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفة هذه اللي غادي ان شاء الله غادي تفتت لكم حصى الكلي، وغادي يخرج اعزكم الله مع البول او اثناء التبرز. فكما كتعرفوا انا اليوم جبت لكم البقدونس، كل اللي ما عندوش البقدونس او المعدنوس فهما الاوراق ديالو كيكونوا كبارين مقارنة مع هو مع القزبر. هاد المعدنوس هذا هو فيه مجموعة من الفيتامينات، كيحتوي على فيتامين سي، داكشي علاش معظم الوصفات ديال الوجه كنستعملوه فيها وكتعطينا واحد الإشراقة. كيحتوي على فيتامين ألف، وكيحتوي على فيتامين بي دو، وكذلك مجموعة من الفوائد. فهو كيطرد السموم من الجسم، وبالتالي كيفتت لنا الحصى المتراكم في الكلي واللي كيسبب لنا ألم لا يحتمل ولا يطاق، بحيث أننا كنلتجئوا للأطباء وكيصرفوا لنا مجموعة الأدوية اللي، وفي حالة ما إذا ما تفتوش فكان كيطلبوا منا الأطباء أننا نعملوا عملية. فهاد العشبة هادي وهاد المكون هذا غنيكم ان شاء الله وبفضل الله من العمليات، وكذلك شرب الادوية اللي هي دائما انا ضدها واللي كتعالج شيء وكتفقدك اشياء اخرى. فغادي نحتاجه. بالنسبة لطريقة الاستعمال هي سهلة وبسيطة، كناخدو هاد الكمية هادي ربطة ديال المعدنوس صغيرة كيف حال هكا، نتوما ممكن تضاعفوا الكمية على حسب. انا كنفضل مثلا كل يومين ولا 3 ايام، حيت هذه الوصفه هذه كنتبعوها لمده اسبوع، كنفضل على انه كل يومين ولا 3 ايام نحاولوا نجددوا الماء ديالنا ديال المعدنوس. فلا استعملنا كميه كبيره اللي غادي تكفينا لمده اسبوع وغادي نبدا نلقاو عليها النتيجه، كنوليو يقدر يعني مثلا يولي غير مستحب. فانا كنفضل هذه الوصفه هذه 3 ايام، ومن بعد تعاودوا عاوتاني تاخذوا المعدنوس وديروا نفس الطريقه. كما قلت لكم الطريقه هي سهله، كتاخذوا هذا المعدنوس هذا كتغليوه في الاناء، الاناء ديالنا او شي كاسرونه، كتغليوه مزيان وتغطيوه، كتسينوه حتى كيغلى مزيان المعدنوس وكيبدا يعطينا ديك اللون الاخضر. من بعد كنشدوه كنطحنوه في مولينكس ديالنا نطابيه الحال حتى كيبرد، وكنطحنوه كنحصلوا على هذا المحلول هذا. كما كتشوفوا هذا المحلول هذا اللي هو عنده اللون الاخضر، فهذا المحلول هذا هو رائع وصدقوني عن تجربه، يعني ثبتوا لنا العلماء على النتيجه ديالو الرائعه والخطيره في تفتت حصى الكلي، وكذلك في طرد السموم من الجسم. كذلك عنده واحد التاثيرات هذا المشروب هذا، يعني فعاله وفعاله ورائعه بالنسبه لمجموعه من الامراض، بالنسبه لمجموعه ديال الامراض مثلا مرض ديال القلب، فهو كيحاول ازاله الدهون من القلب، وبالتالي ما كنبقاوش نحسو بديك العياء وديك السخفه ديالنا، فهو كذلك مفيد ليه. كما قلت لكم ملي كنحصلوا على هذا المحلول هذا كنشربوه على الريق،
يعني كيفاش على الريق، ملي كنوضو من الصباح كيكون عندنا هاد المحلول هاد لان كنعرفو المرأة العاملة او الرجل العامل يعني ما يمكن ليش يوميا غادي يبقى يطبخ، فهاد المحلول هذا كيكون عندنا جاهز، كناخدو منه كاس كنديروه في قرعة بعدا وكنديروه في نحفظوه في الثلاجة، كناخدو منه كاس وكنشربوه على الريق قبل من الفطور، ومن بعد كنفطروا الفطار ديالنا وكنتبعوا هذه الوصفه هذه لمده اسبوع، غتلقاو عليها تحسن من اليوم الاول، بحيث ان كما قلت لكم هذاك الحصى غادي يتفتت وغادي يخرج اما عن طريق التبرز او التبول اعزكم الله، غادي تلاحظوا وغادي تشوفوا نتوما بعينيكم، وما غاديش يبقى لكم ديك الحجر في الكيلي او الحصى. وكنتبعوا على الطريقه هذه مره في الصباح ومره في الليل قبل ما ننعسوا، فهو لا تاثير عليه، يعني ممكن اننا نشربوا اكثر من 3 مرات في النهار، ولكن انا كنقول لكم يعني مرتين ولا 3 راه هما يعني راها كافيين، كاس ديال في الصباح وكاس قبل ما ننعسوا، وكونوا اكيدين انكم غادي تلقاو عليه نتائج هائله وعلى انكم غادي تشكروني به. كذلك هو ما نساوش انه راه غني بالحديد، غني بالحديد والمغنيسيوم اللي كيساعد على تهدئه الجسم الانسان من التوتر الى غير ذلك. فحبابي كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، دائما حنا مع الناس البسطاء، شكون اللي ما عندوش المعدنوس في المنزل ديالو، وصفه هائله بمكون واحد يعني ربطه ديال المعدنوس او البقدونس، فهي كافيه باش تخلصنا من مرض اللي هو مزمن اللي هو حصل كيلي، وكي كي يعني كي اللي كيدير دياليز وكي كيخسر اموال طائله غير باش يجدد ديك الكيلي ديالو، علاش حنا ما نستعملوش وصفه طبيعيه واللي هي فعاله وبثمن بسيط وهزيل جدا، وان شاء الله غتلقاو عليها تحسن. كنشكركم جزيل الشكر على التتبع ديالكم وعلى النصائح والارشادات ديالكم، فانا ما كنبغيش نصور لكم الطريقه مثلا الغليان الى غير ذلك باش كنكون اخف على قلوبكم وما نضيعش لكم في وقتكم، انا كنشرح لكم الطريقه مبسطه وكنوريكم المكونات. فكنشكركم جزيل الشكر، شكرا لاخواننا الجزائريين والمغرب العربي وكذلك مصر، فانا طلعت عندي على انه نسبه المشاهده من مصر الشقيقة يعني كثيرة بزاف، كنشكركم وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم، كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة هذه وتردوا عليا وتشاركوني الاراء ديالكم والانتقادات ديالكم، مرحبا بها الايجابية وكذلك السلبية ولكن باحترام، وشكرا.